بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة. حقيقي سيرة الجنة بتفتح القلوب بالطاعة وبتفتح القلوب للدنيا، إن احنا نحس كده إن احنا هنعيش بسعادة وأمان في الدنيا وفي الآخرة، مجرد إن احنا نحس إن احنا أيام مقضينها وكده كده مروحين كلنا. وأن إلى ربك المنتهى، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. المهم إن احنا لما نلقى الله ولما نقف من إيديه يكون راضي عنا ويدخلنا الجنة ويسعدنا ويسعد قلوبنا في الدنيا بطاعته في الآخرة برؤيته سبحانه وتعالى. أكيد كلنا عارفين يوم القيامة شكله عامل إزاي، ويوم القيامة مش زي ما الناس فهمة إنه كله أهوال لا، يوم القيامة فيه أهوال وفيه أفراح، زي ما القبر فيه نعيم وفيه عذاب. يبقى ده موجود وده موجود. المؤمن هيلاقي الخير كله، واللي مش مؤمن هيلاقي حاجة تانية. ربنا يا رب يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان والتوحيد. يوم القيامة لما تجتمع الأمم في صنف كريم جدا على الله. يوم القيامة لما يجي يخش الجنة، الصنف ده هيخش الجنة بغير حساب ولا عذاب. يعني مجرد يطلع من القبر لأرض المحشر وأول ما يبدأ الحساب يقال ادخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب. من الصنف الكريم ده أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ورد فيها ثلاث أحاديث. الحديث الأولاني رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم. وفي رواية الترمذي بسند صحيح أن العرض ده جماعة كان في ليلة الإسراء والمعراج. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والرهط ده العدد من 3 ل 9، يعني نبي أرسل في أمة أمن معاه من 3 ل 9، نقول 9. ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. تخيلوا حضراتكم نبي يبعث في أمة بالملايين والأمة كلها كفرت بالله ولم يؤمن ولا واحد. قال: إذ رفع لي سواد عظيم، يعني عدد كبير من الناس، فظننت أنهم أمتي، فقيل لا، إنهم موسى وأمته عليه السلام. ثم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، عدد كبير. انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل: هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته. الصحابة قعدوا يتكلموا: مين يا ترى 70,000 دولت؟ لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، لأن كتير من الصحابة نشأوا على عبادة الأصنام وعلى الخمر وعلى وعلى وعلى، ثم لما جاء النبي أسلموا وتركوا كل هذه المحرمات. لكن في أبناء الصحابة الذين ولدوا، فلما ولدوا وجدوا الإسلام ووجدوا المسلمين ونشأوا في أسرة إسلامية فلم يعيشوا الشرك لحظة واحدة. قال: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام. وقال بعضهم: لعلهم الذين صاحبوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني من بداية الإسلام. وقعدوا يتكلموا ويخوضوا في هذا الموضوع. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما الذي تتحدثون وتخوضون فيه؟ قالوا: يا رسول الله، نتحدث عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. من هم يا رسول الله؟ قال: أما إنهم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، وهو طلب الرقية مش حرام، لكنه يخرج الإنسان من دائرة 70,000. أما إنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، يعني لا يتشائمون، وعلى ربهم يتوكلون. يبقى معانا كده جماعة 70,000 واحد هيخش الجنة بغير حساب ولا عذاب. يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بهذا العدد أبدا عشان تعرف بس فضل النبي عليك قد إيه، وعشان تعرف أن أنت لازم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. حديثين تانيين رواهم الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح. الحديث الأولاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر. خد بالك، فاستزدت ربي. يبقى وعدني رب أن يدخل الجنة 70,000 من أمتي بغير حساب ولا عذاب تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر. قال: فاستزدت ربي، طلبت منه المزيد. قال: فزادني مع كل واحد 70,000،
يبقى اضرب 70,000 في 70,000، دول عدد الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب الرواية الثالثة بقى والأخيرة، ورواية عند أحمد أيضا بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت رب الشفاعة فأعطاني 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: فاستزدت ربي فزادني، ركزوا معايا بقى، فزادني مع كل 1000 70,000. والرواية الأولى بتقول إيه؟ مع كل واحد 70,000، دي بقى بتقول مع كل 1000 70,000 وثلاث حثيات من حفيات ربي، يعني ثلاث قبضات من قبضات الرحمن سبحانه وتعالى. الآية بتقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نخرج من الحديث دوت إن في 70,000 يخش الجنة بغير حساب ولا عذاب، والسبعين ألف دولت النبي طلب الزيادة فزاده الله عز وجل مع كل 1000 70,000 وثلاث حفيات، يعني ثلاث قبضات من قبضات الرحمن سبحانه وتعالى. واحد ممكن يسأل ويقول: الله، طب وإيه يعني حتى لو دخل الواحد بحساب، يعني إيه يعني لما يتحاسب؟ طبعا ما حدش يتمنى انه يتعذب، لكن لو اتحاسبنا ايه يعني طالما هنخش الجنة نتحاسب؟ اقول لك يا اخي سبحان الله، تخيل حضرتك وده حساب بشري وليس حساب بين يدي الله سبحانه وتعالى. تخيل حضرتك لو شغال في شركة وصاحب الشركة سابك لمدة 50 سنة وما حاسبكش، وبعدين فجأة قال لك: بس اقفل الشركة وتعالى بقى اقعد قدامي وهات لي الدفاتر من يوم ما اشتغلت عندي من 50 سنة، هحاسبك يوم بيوم وساعة بساعة ولحظة بلحظة. تقول: يا نهار أبيض، دي أصعب لحظة في حياتي، صح كده؟ وده حساب بشر، إنسان بيحاسب إنسان. فلك أن تتخيل لما يسألك المولى عز وجل. وقلنا بكده يا جماعة، أكبر مشكلة في حياتنا إن اللي شافك وإنت بتذنب هو اللي هيحاسبك على نفس الذنب. في الدنيا ممكن الإنسان يعمل مشكلة أو جريمة أو يرتكب أي مخالفة، فلما يقف بين إيدين القاضي والقاضي يسأله يقول لك: خلاص مش مشكلة، ممكن يعني نلاقي لها 1000 مخرج ونشوف لنا محامي يطلعنا من الموضوع، أو إن أنا أقول أي كلام وخلاص والقاضي ما شافكش. إنما ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. تخيل لما تقف بين إيدين ربنا ويقول لك: عملت كذا، تقول له: ما عملتش، يقول لك: شفتك، أنا اللي شفتك، والملائكة كتبت عليك كل اللي أنت عملته، فلا تستطيع أن تنكر أي ذنب أو أي معصية أنت عملتها. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم وضح أن مجرد الحساب عذاب، حتى لو كنت داخل مش الجنة، لو كنت داخل أعلى درجة في الجنة، مجرد أن ربنا يحاسبك على اللي أنت عملته ده في حد ذاته عذاب. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، قال: من نوقش الحساب عذب. وفي رواية الطبراني في الكبير بسند صحيح: من نوقش المحاسبة هلك. مجرد انك تقف بين ايدين ربنا ويقول لك: اتذكر في يوم كذا انك فعلت كذا وكذا، اذكر يا ربي، وفي يوم كذا عملت كذا وكذا. تخيل لما تكون عملت كل يوم ذنب، وانت عشت 60 سنة، كلفت انت عندك 15 سنة، 45 سنة، لما ربنا يسألك عن كل يوم بس ذنب واحد، فتخيل لو هيحاسبك على كل يوم 1000 ذنب، تخيل حضرتك هتقف قدام ربنا بين يدي الله كم سنة، أو ولا كم 1000 سنة تحاسب على مجرد بس ذكر الذنوب، حتى لو كان ربنا غفرها ويدخلك الجنة، كفاية انه يذكرك بهذه الذنوب. علشان كده كانت منحة كبيرة أوي من ربنا الرحيم الرحمن العفو الغفور الكريم الودود، ان ربنا يكرمك وتخش الجنة يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب. في نداءات هتسمعها يوم القيامة وانت داخل الجنة، في نداءات هتسمعها على باب الجنة، وفي نداءات هتسمعها جوه الجنة. ايه النداءات ديت؟ نداءات غريبة جدا وجميلة جدا في غاية الروعة والجمال والبهاء، لكن هنعرف كل النداءات ديت من خلال أحاديث صحيحة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول 4 نداءات تسمعهم كما في الحديث الذي رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد يوم القيامة: يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا، يعني تفضلوا شباب فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا، تفضلوا أصحاء ما شاء الله فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. تعالوا نكمل بقية النداءات اللي هنسمعها على باب الجنة وجوه الجنة، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفنا يعني الجمال والروعة ان الانسان ازاي يوم القيامة ربنا يكرمه ان شاء الله ويدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. تكلمنا قبل الفاصل عن النداءات اللي هنسمعها واحنا داخلين الجنة وفي نداءات هنسمعها واحنا جوه الجنة ربنا يجمعنا وياكم في الجنة. قلنا النداءات اللي فاتت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل اهل الجنة الجنة ينادي منادي يا اهل الجنة ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا. في نداء تاني بتسمعه جوه الجنة. حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد اذا دخل اهل الجنة الجنة ينادي مناد يوم القيامة يا اهل الجنة ان لكم عند الله موعدا يريد ان ينجزكم فيكون وما هو الم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار. يعني احنا عايزين ايه اكتر من اللي ربنا ادهولنا؟ ربنا ادانا يعني اكتر مما نستحق مليار مرة. فيقولون فيكشف الحجاب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب فينظرون الى وجه الله جل وعلا فما اعطوا شيئا ألذ ولا اعظم من النظر الى وجه الكريم التواب وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة للذين احسنوا الحسنى وزيادة. شوف احنا قاعدين في المنظر الاميل البهي الرائع ده وحاسين كأننا قاعدين في جنة بجد. امال بقى لما نكون قاعدين في الجنة بقى الحقيقية التي يعدها مالك الملك واحنا قاعدين بننعم بلذة النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى. اخر نداء واجمل نداء ايضا هنسمعه يوم القيامة كما في الصحيحين ان المولى عز وجل يطلع على اهل الجنة، يا رب اجعلنا منهم يا رب، يطلع ويقول يا اهل الجنة هل رضيتم؟ سبحان الملك. شو تخيل ربنا سبحانه وتعالى الذي لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا بيقول هل رضيتم؟ فاهل الجنة هيكسبوا قوي، يعني حاجة تخلي واحد يخجل من نفسه. ربنا سبحانه وتعالى فاطر السماوات والارض بيقول لي انا يا عبد يا فقير، بيقول لي هل رضيتم؟ فيكون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد انجيتنا من النار وادخلتنا الجنة. فيقول الا اعطيكم افضل من ذلك، لأسيبكم الجنة ونعيم الجنة والحور والاكل والشرب والانهار والاشجار ده كل دوت ولا حاجة بالنسبة اللي هقوله بعد كده. قال الا اعطيكم افضل من ذلك، فقالوا واي شيء افضل من ذلك؟ بعد النعيم اللي شافوه في الجنة هم مش متخيلين في حاجة اعظم من كده ابدا. قال ان احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. اللهم ارض عنا يا رب العالمين رضا يدخلنا الجنة واجعلنا نتمتع ونتلذذ بلذة النظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم امين. لكن في ناس من المؤمنين من حبايبنا واخواننا اللي كانوا بيصلوا معانا وبيصوموا معانا ويحجوا معانا لسه ما دخلوش الجنة واحنا عايزينهم يكونوا معانا، لان من كمال المتعة ان لما اكون في الجنة يبقى اهلي وناسي معايا، يبقوا اصحابي وحبايبي وجيراني معايا، يبقوا اخواني اللي في المسجد اللي كانوا بيصلوا معايا واخواتك اللي كانوا بيصلوا مع حضرتك يكونوا معاك في الجنة عشان نسعد كلنا كده باللمة الجميلة دي في الجنة. فتبدأ شفاعات المؤمنين. كنتوا عارفين ان في 8 شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي شفاعه لكل نبي وشفاعه لكل ملك بل وشفاعه لكل مؤمن. ومن الذكاء ان احنا نتواعد من الان اللي ربنا يصل له الشفاعه يشفع لكل اخوانه عشان ربنا يجمعنا مع بعض في الجنه اخوانا على سرر متقابلين. فاهل الجنه يبدأوا في الشفاعة يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا يا رب شفعنا فيهم. فيقول جل وعلا اذهبوا فمن عرفتموه فأخرجوه من النار وأدخلوه الجنة. فيدخلون النار فيحرم الله، خدوا بالكم اللفظ، فيحرم الله أجسادهم على النار لأنهم هيلقوا فيهم في النار. طب أنا أخش أجيبه إزاي من النار؟ دي نار. فيحرم الله جسدنا على النار، ندخل الجنة ندخل النار نجيب إخواننا اللي كانوا بيصلوا معانا ودخلوا النار بسبب ذنوب ما تابوش منها. وزي ما قلنا الإنسان لما يذنب وما يتوبش هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فندخل نجيبهم، فلما ندخل نجيبهم وندخلهم الجنة فنقول يا ربنا قد أخرجنا من أمرتنا بإخراجهم،
خلاص يا رب اللي احنا عرفناهم طلعناهم. المولى عز وجل رغم ان هم طلبوا الشفاعة في المؤمنين اللي يعرفوهم فيقولوا بعد ذلك لا كمان مش اللي تعرفوهم واللي كمان ما تعرفهمش ادخلوا النار. فمن وجدتموه قد عمل وزن دينار او من كان عنده وزن دينار من ايمان فاخرجوه من النار الى الجنة. فندخل النار نطلع اللي في قلبه وزن دينار من ايمان وندخله الجنة. ثم نعود الى الله عز وجل يقول اذهبوا مرة ثانية فمن وجدتم في قلبه نصف دينار من ايمان فادخلوه الجنة. نطلع من النار كل اللي في قلبه نصف دينار من ايمان. وفي الاخر يقول المولى عز وجل الرحيم الرحمن العفو الكريم الودود يقول ادخلوا او اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من ايمان. يا سبحان الله مثقال ذرة نعم فادخلوه الجنة. فنخرج وندخل النار ونخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان. ثم يقول الحق جل وعلا اسمعوا بالله عليكم اسمعوا بقلوبكم الجملة اللي جاية ديت والحديث في البخاري ومسلم. فيقول جل وعلا شفع المؤمنون وشفع الأنبياء وشفع الملائكة. خدوا بالكم اللفظ والله وراجعوا اللفظ في البخاري ومسلم. وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. الله أكبر. في يوم القيامة في عز الغضب الذي يغضبه المولى عز وجل يقول وبقيت شفاعة أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار أي من أهل النار ويلقيهم في ماء يقال له ماء الحياة أو نهر الحياة ويدخلون وقد امتحشوا يعني صاروا فحما فيخرجون كأنهم اللؤلؤ المنضود وفي رقابهم خواتيم مكتوب علي عتقاء للرحمن أو عتقاء الرحمن. فإذا دخلوا الجنة قال أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن من النار دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. واللي أعجب من ده كله إن عصاة الموحدين لما اجتمعوا مع أهل النار المخلدين في النار خد بالك في أهل النار مخلدين اللي هم الكفار والمنافقين وفي أهل النار من الموحدين اللي هم عملوا معاصي ودخلوا ولسه ما خرجوش. فأهل النار اللي هم مخلدين اللي هم الكفار هيسخروا من المؤمنين اللي هم إيه ما أغنى عنكم إسلامكم أنتوا أسلمتم وإحنا كفرنا ودينا كلنا مع النار. فيغضب المولى عز وجل لهم لأهل الإيمان فيأمر الملائكة فتخرجهم من النار إلى الجنة. وهنا هذا هو تفسير قول المولى عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين لأن في اللحظة ديت ستغلق النار على أهل النار وكل واحد يتحبس في سجن انفرادي جوه النار المظلمة ويبقى أهل الإيمان في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. السؤال اللي عايزين نسأله يا ترى في حد دخل الجنة يا جماعة قبل يوم القيامة؟ يعني هو معروف أن الجنة نخشها يوم القيامة إن شاء الله بحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى وبفضل الله أولا وآخرا. لكن في حد في الدنيا دخل الجنة قبل يوم القيامة؟ أي نعم. زي مين؟ آدم عليه السلام. آدم حينما قال جل وعلا وكل آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما حيث شئتما. يبقى آدم وحواء دخل الجنة قبل يوم القيامة. ومين تاني؟ الشهداء سيدنا ابن مسعود والحديث رواه مسلم. سأله تلميذه مسروق فقال له ما تقول يا ابن مسعود في قول المولى عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال سألنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن الشهداء أرواحهم في أجواف طير خضر. خذوا بالكم لها قناديل معلقة في عرش الرحمن سبحانه وتعالى تسرح في من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. الله أكبر. يبقى الشهداء لهم قناديل يوم القيامة في معلقة بعرش الرحمن وهم في حواصل طير خضر ترد أنهار الجنة وأشجار الجنة ثم تأوي مرة أخرى إلى تلك القناديل. آدم عليه السلام وحواء عليه السلام دخلوا الجنة قبل يوم القيامة والشهداء أيضا يدخلون الجنة قبل يوم القيامة. وأنت كمؤمن حينما تنزل إلى قبرك بفضل الله يعرض عليك مقعدك من الجنة. الله أكبر. من ضمن الأشياء الجميلة
أن الإنسان العاصي أو المنافق أو الكافر عياذا بالله حينما يدخل القبر لو كان سيعذب في القبر يعرض عليه مكانه في الجنة ويقال هذا مقعدك لو كنت آمنت بالله، يقال هذا للكافر، يقال للكافر هذا مقعدك لو كنت آمنت بالله، ويتعرض عليه مكانه في الجنة، ثم يغلق مكانه في الجنة ويفتح لهم عياذا بالله يعني فتح إلى النار. أما المؤمن بفضل الله سبحانه وتعالى حينما يدخل القبر يعرض عليه مكانه في النار لو كان كفر بالله، ثم يفتح له مكان إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها بفضل الله سبحانه وتعالى، ويتنعم ويأتيه فراش من الجنة وكساء من الجنة كما ورد في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح. يبقى إذن المؤمن بيتعرض عليه مقعده في الجنة ومقعده في النار، يبقى أنت بتشوف جنتك قبل ما تخش الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. ويتبقى ما بين أهل النار وأهل الجنة أصحاب الأعراف اللي واقفين على سور الأعراف يوم القيامة بين أهل الجنة وأهل النار، وكان هو فقط العقاب بتاع أهل الأعراف أنهم قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، يفضلوا في انتظار على سور الأعراف 50,000 سنة لحد ما آخر واحد يخش الجنة وآخر واحد يخش النار، ثم يدخلون بعد ذلك جنة الرحمن سبحانه وتعالى. جمعان الله وإياكم في الجنة لنقضي أحلى يوم في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة.